لقائنا اليوم احنا لقاء له علاقه بموضوع النوع الاجتماعي المتعلق في قضايا التعليم. طبعا هذا النشاط جاي من خلال وزاره التربيه والتعليم وحده النوع الاجتماعي، هدفه انه عمم هذا المفهوم في كل مديريات الضفه. واحنا لما نقول مفهوم النوع الاجتماعي في قضايا التعليم سنتحدث عن الاجتماع الذي يتوافق بتنشئتنا الاجتماعيه، يتوافق دينيا، يتوافق تربويا، ويتوافق مع ثقافتنا الوطنيه. لا يمكن ان نقبل ان يدخل علينا اي مصطلح او اي مفهوم دون ان نفلتر، وهذا دائما اللي بنعززها في مجتمعاتنا. دور التربية والتعليم دائما أن يكون عندنا الوعي والإدراك والفهم، وأن يكون عندنا حساسية عالية للنوع الاجتماعي، لأنه هو يتحدث عن أدوار المرأة والرجل، كل من له دور كيف يقوم بهذا الدور بما يتوافق مرة أخرى دائما نقولها مع ديننا ومعتقداتنا ومع ثقافتنا الوطنية. إحنا اليوم زيارتنا في التربية والتعليم في طول كرم، إحنا لفينا على أكثر مديرية، على كل حال 13 مديرية، واليوم جايين على أهلنا في طول كرم، جايين نوضح هذا المفهوم حتى ما يكون إحنا نتعامل مع المفهوم بطريقة يعني إنه شو هالمفاهيم الغربية. لا، هو مفهوم علمي بنأخذ منه ما ينفعنا، وقد نتحفظ أو نرفض ما لا يقبله في مجتمعنا وديننا. نحن اليوم بصدد تلقي دورة أو ورشة عمل تعريفية بالنوع الاجتماعي في قضايا التعليم. وزارة التربية والتعليم العالي فهمت دور المرأة وبما يخص كل القطاعات التي ممكن أن تعمل فيها المرأة، فليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في مجال العمل أو القطاع، فالمرأة قادرة على أن تكون في جميع المجالات، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، وقد أكون أنا واحدة من هذه الأمثلة، اسمحوا لي يعني بذلك. واليوم وزارة التربية والتعليم لديها وحدة خاصة بوحدة النوع الاجتماعي، ويوجد هناك منسقين في جميع المديريات للنوع الاجتماعي، واليوم نحن بصدد تلقي تدريب، أو رؤساء الأقسام سيتلقون تدريب من دكتور محمد بشارات المنتدب من قبل وزارة التربية والتعليم التعليم العالي حتى يتحدث عن النوع الاجتماعي في قطاع التعليم.